ليس كل تنازل خسارة، يمكن أن تخسر أشياء لتكسب أخرى، كذلك الأمر في العلاقات الاجتماعية. قد يكون التغافل عن بعض الأمور حلاً للكثير من المشاكل التي تؤثر على العلاقة، ولكن يا ترى إلى متى أو إلى أي مدى يكون التنازل أو التغافل أو تقديم التضحيات صحياً إن صح التعبير في العلاقات البشرية؟ حديث مفصل حول هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستديو الدكتور إبراهيم بوزيداني الأكاديمي والاستشاري النفسي، نرحب به، أهلا وسهلا. أهلا بكم وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني بداية دكتور، عادة ما نذكر بصراحة التنازلات في سياق سلبي دائما، لكن حدثنا من يعني واقع خبرتك النفسية والاجتماعية، ما هو المفهوم الحقيقي للتنازل؟ التنازل بمعناه التقني البسيط هو أن الإنسان يكون إصراره محدود وتعاونه محدود. حلو. تعريف مبهم صح؟ لا بالعكس، كتير واضح بالنسبة لي. هذه المسألة، هذه مسألة التنازل، هي موضوعة ضمن إطار عام أو كتقنية من تقنيات حل الصراع. نعم. حل الصراع طبعا له 5 تقنيات مشهورة. هذه 5 تقنيات واحدة منها تسمى التسوية. والتسوية هذه أهم عنصر فيها هو التنازل. جميل. العلماء يقولون، علماء تعديل السلوك يقولون أن مسألة التوصل إلى حل الصراعات أو النزاعات له ركيزتان. الركيزة الأولى هي مدى إصرار الإنسان على حصوله على حقه ومدى تعاونه لحل الصراع. جميل. هاتان أو هذان البعدان ينتجان لنا 4 وسائل لحل الصراع. نعم. إذا كان الإنسان غير مصر على الحصول على حقه وفي نفس الوقت غير متعاون، هنا عندنا عدم إصرار وعدم تعاون، يلجأ إلى ما يسمى إلى الأوفويدنس، يعني التجنب، يصبح كأنه ما يوجد شيء لأنه غير مصر وغير متعاون، إذن كأنه يرمي المشكلة بعيدا. إذا كان هذا الإنسان غير مصر وغير متعاون، هذه يسمونها بكلا الطرفين خاسرين. لماذا؟ لأنه كلاهما يحس أن الصراع الذي سيدخلان فيه ما فيه نتيجة، يعني فقط له معنى، ما عنده معنى، لأنه غير مصر. الإنسان غير مصر على الحصول على حقه، يعني مسألة الحق فيها نظر أصلا، فلهذا هنا يكون كلا الطرفين خاسر، وبالتالي يحاولون فقط كما نقول تهدئة الأوضاع. نعم. إذا كان الإنسان مصرا طيب وغير متعاون، هذه أسوأ الحالات. عنت يعني. هنا يصبح كما نقول نحن تنافس حاد. والإنسان الذي يستعمل قوة أكثر أو يستعمل سلطة أكثر أو يستعمل قدرات أكثر يحصل على حقه، وبالتالي يصبح واحد من الأطراف عنده نوع من العزة والإحساس بالحصول على شيء والآخر مهزوم. هنا المرحلة الرابعة، هنا يأتي بين الأفضل أو والأفضل منه، يعني المفاضلة بين أمرين، وهي أن الإنسان يكون حريص على الحصول على حقه. نعم. وفي نفس الوقت متعاون. جميل. فيتنازل قليلا. لا. هنا سنأتي لمرحلة التسوية. يمكن. لا، ليست التسوية. هنا ماذا؟ هو نوع من، دعنا نقول، الإنسان يحصل على حقه ولكن لا يكون هناك يعني مبدأ العدالة. دعني أطرح حججي وأنت تطرح حججك، وأنا أريد أفوز وأنت تريد تفوز، لكن في الأخير يكون هناك نوع من الانتصار أو الحصول على الحق ويبقى في قلبك شيء. التسوية هي أن يكون الإنسان جزئيا مصر، يعني عنده إصرار وفي نفس الوقت يريد يسامح، وأيضا متعاون إلى حد ما، فهو هذه يسموها بالمرحلة الخامسة، تكون في الوسط. هنا يكون الإنسان يتنازل على بعض كما نقول الحقوق. نعم. فقط لكي يجعل العلاقة بين الطرفين جيدة. لأنه التي سبقت تأخذ حقك، لكن قد لا تصبح العلاقة تماما إيجابية بينك وبين الطرف الذي أخذت منه الحق. نعم. فالتسوية هي أدق. نعم. أنك تأخذ حقك
لكن يكون هناك نوع من المسامحة القلبية. جميل. فهذه الخمس تقنيات والتي تعتبر التسوية، والتنازل هو التقنية التي تستعمل للوصول إلى التسوية في العادة. دكتور، حضرتك متأثر أنت بروبرت جرين بشكل ما، يعني ربما نحن لأنه عجبني التفسير النفسي الاجتماعي نوعا ما مقتبس من 33 استراتيجية من الحرب، وهي تقنيات سياسية وتطبق أيضا اجتماعيا ونفسيا. وبالمناسبة يعني أنت ذكرتي أستاذة نقطة مهمة، أن الصراع قد يكون بين فردين، يعني يتدرج بين مجموعتين، بين يعني دولتين، فيتدرج في كل مرحلة. لهذا نحن عندما نستمع مثلا لتقارير إخبارية في العادة نسمع مصطلحات، يقول لك فض النزاع، أو يقول لك أحيل الأمر إلى هيئة الأمم أو كذا. هنا هي هذه التقنيات التي تذكر هنا هي عبارة عن تقنيات غير مباشرة لمحاولة إيجاد حل مؤقت، لأنه فض النزاع أنك تبعد طرف من هنا طرف من هنا وتضع بينهم يعني فاصل. نعم. الأزمة ما حلت. صحيح. هذا اسمه فض نزاع. فهذه من الطرق الغير مباشرة التي تستعمل عادة بين الناس. لكن الطرق الحقيقية هي عندما يلجأ الإنسان إلى تقليل أو معالجة درجة الحرص ودرجة التعاون بين الناس. وطبعا الوصول إلى هذه الحلول هي مرحلة متقدمة، لأنه من المفروض أن نثير أولا مسألة كيف حتى نصل، أو كيف يصل الإنسان إلى مسألة الصراع، لأن الصراع فيه مراحل. نعم. يقسمها علماء السلوك إلى أربعة قبل ما نصل إلى الآليات التي نستعملها كوسائل للوصول إلى الحل. أول ما يبدأ الصراع هي أسباب. صحيح. هذه الأسباب نعم. تجعل الإنسان يدرك أنه يوجد مشكلة. هنا مرحلة الإدراك، يعني حدث ما الإنسان استقبل معلومة، دخل للبيت وجد المرأة يعني لا تنظر، الزوجة لا تنظر إليه جيدا، جوم كركب. هذا ماذا؟ كما نقول نحن الآن جاءته فكرة. الله يستر. جاءته فكرة صح؟ نعم. هذه الفكرة تنتقل إلى شعور، وهنا يصبح المشكلة. يعني دائما عندما تدخل المشاعر في علاقة ما، الله يستر، يعني إذا لم يستدرك هذا الأمر ينتقل الأمر إلى صراع. الواحد من الأطراف ربما يعمل حركة خطأ، يحدث الانفجار الكبير فيصبح مشكلة. عندما يحدث المشكلة نلجأ للتقنيات التي ذكرناها سابقا. لكن أفضل شيء أن المشكل يبدأ معالجته من البداية. حلو. إذا ظهر أي شيء شعور، اجلس نتناقش ونتحاور ببساطة، اليوم أرى وجهك كذا. حلو. هنا ينتهي الأمر. صحيح. لا ينتقل من الإدراك إلى الشعور ويصبح في مشكلة متقدمة، وبالتالي نصبح ماذا؟ نعالج في العلة بعدما أصبحت مستفحلة. لكن لو نقتبس الأمر في بدايته ونحاول أننا مباشرة نحو المشكلة، يكون هناك يعني مسافة آمنة بيننا وبين أن نقع في الصراع. دعنا نبسط أكثر الموضوع. في العلاقات الاجتماعية على سبيل المثال، أصدقاء، أقرباء وما إلى ذلك، كيف ممكن أو متى يجب أن أكون متعاون ومتى يجب أن أكون مصر على شيء ما؟ حكينا بمثال واقعي. يجب أن نتفق أنه الإنسان في حياته عنده حزمتان من الأفكار. حلو. الثوابت والفروع. جميل. الثوابت الإنسان عندما يصر عليها ويثابر لكي يثبتها، هذا يعتبر سمة أو صفة جيدة في الإنسان ويحمد عليها. صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت على، نعطي مثال، يعني الآن مثلا قضية فلسطين الآن المطروحة، الثبات على حق الفلسطينيين في أرضهم وفي كذا، هذا يعتبر من الصفات الجيدة، لأنه الإنسان قال لا نساوم في هذه المسألة. لكن حتى في حياتنا الشخصية يوجد مسائل فرعية هنا يمكن للإنسان أن يأخذ ويعطي فيها. هنا يصبح ماذا؟ في المسائل الفرعية يمكن أن يناقش الإنسان مع بعض. إذا رأى الإنسان أن تنازله يخدم مصلحة أعلى من المسألة التي يناقشها، فيجب عليه أن يتنازل. لماذا؟ لأنه سيطمح الأمر أكثر منه. مثال، إذا كان الخلاف بيني وبين شخص حول ترتيب البيت، طيب
بعض المسائل البسيطة. الزوجة تريد المكتبة تكون في هذه الغرفة، وهو يريد أن يكون جلسة أو قاعة. أنا أريد، أنت تريدين. الآن الإنسان الذي يفكر بعقل قال أنا لو جعلناها مكتبة أو جعلتها غرفة، ما هو المكسب من هذا الأمر؟ هو تحقيق رغبة. دعنا نتنازل على هذه الرغبة ونحقق رغبة الطرف الآخر ونربح علاقة جيدة. فيصبح ماذا؟ الإنسان يوازن بين المصلحة الكبرى والمصلحة الأقل والمصلحة الدنيا. وهنا يحتاج الأمر إلى الحكمة والشجاعة. تكون حكيم لتقدر الضرر الذي سينتج من تحقيق هذا المطلب، والشجاعة أنك تأتي ضد رغبتك أنت. فبالتالي يحتاج إلى جانب معرفي لتحليل المعطيات، وجانب سلوكي خلقي لتجاوز هذا الأمر. نعم. هذه كمثال أو كنموذج ربما يقرب المفهوم للسادة المشاهدين. أيضا حتى نكون يعني أكثر واقعية على رأي علا، دعنا نتحدث عن مثال في العلاقات الزوجية، لأنه أعتقد هذه واحدة من أكثر الأمور المطروح فيها مفهوم التنازل. صحيح. ويتم الصراع عليه، إنه بتيجي مثلا البنت بدها تتنازل، أهلها بيحكوا لا لا تتنازلي. بيجي الشاب بده يتنازل. صحيح. في بعض المشاكل الأهل لا تنازل حقك بيقولوا لا تتنازل. فأخبرنا عن فكرة التنازل في العلاقات الزوجية، متى يمكن أن تكون صحية؟ صحيح. الآن أنتم تتكلمون الآن أستاذة حول مسألة الإحالة. في بعض الحالات يعجز الطرفين على حل مشكلة مثلا، فيحاول أن يجد دعم فكري أو معرفي أو عاطفي من أجل المقاومة أو المجابهة أو حل المشكلة. فإذا كان الإنسان لجأ إلى طرف لا يقدر، لماذا؟ لأنه في بعض الحالات التي نتكلم عنها، الطرف الذي يقدم نصيحة ليس هو نفسه الشخص الذي يعيش المشكلة، فبالتالي يعطي آراء من خارج الدائرة. نعم، من خارج الدائرة، ولا يهمه في بعض الحالات لأنه لا يمكن أن يتصور قدر التعب الذي يعانيه ذلك الفرد، فيصبح يعطي. لهذا فينصح أن لا يلجأ الإنسان إلى الاستعانة إلا من الأشخاص الذين يكون عندهم حكمة ووعي وثبات ورزانة، وليس أي إنسان يستشار. ممكن تخصصي بعض الأحيان أيضا، في بعض الحالات تخصصي أيضا. نعم. في بعض الحالات الطرفين يجب أن يلجأ إلى مختص. صحيح. يعني مستشار أسري أو كذا. فإذا أول أمر ننصح به أن يحاول الزوج والزوجة إذا ظهر، أو البنت يعني مع زوجها إذا ظهر أي مشكل، يحاولان أن يحللانه مع بعض، يدرسون إيجابيات وسلبيات ويحضرون ورقة وقلم. يعني نحن لو نتبع هذا الطريق، ما هي النتائج التي سنصل إليها؟ لو نتبع هذا الأمر ما هي النتائج؟ يعني يحللونها تحليلا فكريا. لماذا؟ لأنه في كثير من الحالات الإنسان يدافع على رأيه لأنه لا يمكن تصور تبعاته. وفي بعض الحالات عدم وجود حوار أو طريقة تواصل صحية تعقد المشكلة. الزوجة تعرف أن هذا الأمر سيوصل لنتيجة سلبية وهي لا تتكلم بسبب الغضب أو بسبب يعني أن الرجل لم يستشير. خليه يفهم لحاله. إيه طبعاً هكذا. من بس مو كل السيدات عشان خبرك. يعني يقول لك اتركه حتى يقع في المشكلة وفي من بعد يدرك. وهو هذا الأمر يسبب لها نوع من الانزعاج. تعلم. جداً. والرجل يقول أنا، فيصبح ماذا؟ مشكلة سوء تواصل. فلو نتعلم طرق أو آليات التواصل الصحي السليم، سيجنبنا الكثير من المطبات التي قد توقعنا في الصراع. لهذا أنا ذكرت المرحلة الأولى هي عبارة فقط عن حدث. نعم. كيف نفسر هذا الحدث؟ مرحلة الثانية، بقدر ما نستدرك هذا المشكلة من بداياته يكون عندنا حظوظ أكبر وأوفر للخروج من هذه المشكلة ببساطة. بقدر ما نتركها تتضاعف، بقدر ما تصبح المشكلة أكثر تعقيداً يعني. نعم. نعم. طيب كلمة التنازل أيضاً نسمعها كثيراً في مقابلات العمل مع مدراء العمل وما إلى ذلك، والتسوية مع مدير العمل. صحيح. هون أحكي لنا كيف ممكن نكون فعلاً حكيمين بهذا الشيء، نكون في عنا ثوابت لا تتغير، وبذات الوقت ممكن نتنازل عن بعض الأشياء، ممكن تراعي خلينا نقول ظروف العمل وأيضاً نظامه. هنا يعني ربما يلجأ الإنسان في العادة إلى ما يسمى بتنزيل التنافر المعرفي. يعني بعض الحالات الإنسان يكون عنده تصور على مسألة ما. أنا يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا لا أرتدي أبدا الكرافات، عندي تصور أنه هذا يعني لا يناسبني مثال. العمل يتطلب منه أن يلبس هندام رسمي. يعني هنا الإنسان لكي
يحاول أن إذا كان مضغوط، هي دائما الأمور هذه مربوطة بدرجة الفكرة أو المبدأ الذي يؤمن به الإنسان. نعم. إذا كان استطاع صاحب العمل أو العامل الطالب للعمل يقنع الطرف الآخر بدون أن يسبب طرف من الأطراف الأذى إلى الطرف الآخر يكون الأمر بسيط. مثال، أنا دوري أو وظيفتي في العمل، هل تتطلب مني أن أقوم بهذا الدور أو ألبس هذا اللباس أو أعمل هذا العمل؟ إذا كان يوجد إمكانية، مثلا إذا كان هذا الشخص يعمل في مكان لا يظهر أو ربما لا يخالف سياسات العمل الكبرى، فبالتالي يمكن هنا التنازل أو التسوية في الأمر. في بعض الحالات قد تحدث التسوية تحت الضغط، ضغط الحاجة، الإنسان يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى راتب، يحتاج إلى، فيتنازل. لماذا؟ لأن درجة الضغط الحاصلة عليه هي التي تدفعه للجوء إلى هذا القرار. فإذا قضية التنازل مربوطة أولا إما بالتسوية، وهي أن كل طرف يحاول أن يفهم الطرف الآخر ويخرجون إلى نقطة مشتركة وكل طرف يكون راضي، إما أن يكون هناك ضغط على أحد الأطراف وعنده كما نقول نحن قدرته على فرض سيطرته أقل، فبالتالي سيتنازل، لكن تنازله هذه تعتبر تسوية لكن فيها نوع من الضغط على الطرف من الأطراف. فإذن هي مربوطة بالجانب العاطفي، مربوطة بالجانب الفكري من خلال تحليل الأولويات. دكتور معلش، أخيرا وسريعا، متى يمكن أن يكون التنازل يعني استغلال من قبل الطرف الآخر؟ بمعنى أنه هل يصح التنازل مع كافة أنماط الشخصيات؟ في ناس بتستغل للأسف الشديد ولا تفهم قدرة الشخص على التعاون. هذا ذكرناها نحن يعني في الابتداء، بعض الحالات الإنسان إذا كان عنده قوة أكثر، سلطة أكثر، استعمال القوة أو السلطة لجعل الطرف الآخر يقبل على مضض بشروطك، هنا يصبح ماذا؟ لا يسمى تنازلا، وإنما هو فرض رأي، وإنما هو تسلط، ويجعل الإنسان يأخذ هذا الأمر. وطبعا هذا الإنسان سيؤدي وظيفته سواء كان زوج أو زوجة أو موظف، لكن لا يحصل أبدا على ما يسمى بالرضا الوظيفي أو الأمان الوظيفي أو حتى أداء دوره بالفعالية والمستوى الذي كان ينتظره، فبالتالي يصبح كأنه يؤدي شيء فقط اضطرارا يعني، وبالتالي لا يمكن الحصول على النتيجة المرجوة. صراحة استمتعنا جدا يعني معك، معلومات قيمة وأيضا يعني مؤثرة إن صح التعبير إذا أخذ الشخص بعين الاعتبار. شكرا كثير لك لوجودك معنا، استشاري الأكاديمي إبراهيم بوزيدان. شكرا جزيلا.